واسيبها تعتق شويه، وبعدين اوريدي معتقه واديها مكعب مرق واغطي عليها واسيبها شويه، واغطي عليها واسيبها يا دوبك 5 دقايق وارجع لها. على ما اعمل لك الكفته بتاعه الدجاج، بجيب نص كيلو وراك دجاج افرمهم على المفرمه بتاعتي وشين بجلدها عشان يبقى فيها ماده جيلاتينيه. يعني ايه وشين؟ وشين على المكنه مره على المفرمه. عندي هنا نص كوبايه شوفان باودر، نص كوبايه بقسماط ناعم، 2 عدد ابيض بيض، شويه ثوم صغيره. اشمعنى الشوفان يا شوفان؟ الشوفان صحي جدا مع الفراخ وفي نفسه بيديها تجانس. شويه ملح، شيف حسن بيعمل اكل صحي كله دلوقتي عشانك، وشويه من البهار الفراخ وشويه زنجبيل وشويه توم باودر. بهاراتك قدامك اهو، خدميها مع بعض، سمغيها مع بعض. الابيض بيض عشان يسمغها مع بعض وتبقى ايه متجانسه زي الكفته بتاعه الحاتي. واجهز رو، واجهز دي مبهر وبقسماط مبهره. ممكن تعملي اصابع، تعمليها زي الطعميه الخضراء. اموري اتفضلي يا لميس. ليه حطيت بياض البيض ما حطيتش الصفار؟ عشان الصفار هيغير لونها وفي نفس الوقت الابيض بيض هيعملها تجانس مع بعض. بصي بدات تلم ازاي؟ اقعدي اخدمي فيها كده لحد ما تبقى متسمغه وتعرفي تشكليها. تبقى عجينه كده بالظبط، عجينه مسمغه مش عجينه فاصله زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. اندمج الابيض بيض مع البقسماط مع ايه كمان؟ الشوفان الباودر، مش شوفان قطع، باودر موجود اهو. اسيبها شويه على ما اعمل الرو. 3 بيضات، اتبلها شويه ملح، شويه فلفل ابيض، واربهم كده. وعندي الباميه معلق على الصوص مع شويه ميه بالشكل اللي انت شايفاه كده قدامك اهو. وبعد كده دوقي بقى عشان اعرف ايه رايك. لا تحفه.